السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعتذر عن الانقطاع الفترة الطويلة هذه، بس إن شاء الله من اليوم طالع راح أرجع الفيديوهات من جديد. قلت اليوم تعجبكم يعني توضح لكم أشياء كثيرة عن برنامج ما فتنس بال. خلونا نطلع الأكل من الثلاجة. أنا مسوي صار لي كم يوم هذا الميزان عندي، ونحسب كل شيء مع بعض. أوكي، طبعا هنا أكلي حق أسبوع كامل. خلوني اطلع هذا رز ودجاج، وفي بطاطس. طلعت بطاطس عشان قسم اثنين. طبعا كل الوجبات هذه الدجاج كلها دجاج. ما سويت لحم، هذا خيار من الفيتامين دي اللي استخدمه، المالتي فيتامين حقي. فواكه وصومات طرق. اول شيء تسوي تشغل الميزان، تحط الصحن فوقه. شوف الصحن له وزن، انتبه تحط الصحن بعدين تحط الاكل، لازم ترجع تصفر الميزان مره ثانيه. اعطاني صفر، عندي صحنين، عندي رز ودجاج وعندي البطاطس والدجاج. خلونا نبدا بحط الرز وبقيسه الحين. طبعا الرز متجمد عشان في الثلاجه. حوالي 190 جرام رز. افتح برنامج ماي فتنس بال، لحظه، واكتب رايس، اكتب رز. حلو، هذه بيانات الرز انا قد دخلتها قبل، بس خلونا نقارنهم مع بعض. عندنا بسمتي رايس، وعندنا انديان بسمتي، وعندنا مفروض هذا وايت رايس اللي هو رز ابيض. خليني بجربهم كلهم ونشوف. انا طلع لي 190 جرام. حلو، يعني ايش الرقم اللي تضربه بالمية عشان يعطيك 190؟ 1.9. حلو، ايش البيانات اللي طلع لي؟ كم الفات؟ 1.7. الكارب 43. البروتين 4.9. خلينا نجرب نوع ثاني، خلينا نشوف بسمتي 190 كم طلع لي الفات؟ 15. معقول الرز هذا فيه 15؟ لا، معناته اللي دخل بيانات هذا فيه مشكله. شوف اللي بعده، انديان بسمتي كم؟ 190 اللي هي 1 جرام. هذه طلع لي تقريبا رقم مشابه له، معناته انا عارف انه روح دائما مع الاغلبيه، يعني وامش مع الشيء اللي مقنع. يعني معقوله الرز ابيض فيه 15 جرام فات؟ طبعا الجواب لا. اذا انت لك فتره تحسب اكلك تقدر تميز. اذا اول مره ممكن تعاني بصعوبه، فخلاص انا عندي 190 جرام، حطيت يسع 190. اما اذا انت شخص تحسب اي الرز قبل الطبخ، لازم تدور كلمه را اللي هي هذه RWA اللي هي ني على قولتهم قبل الطبخ. لاحظوا لو بكتب 190 قبل الطبخ، شوف كم تعطيني جرام كارب، 142. فدائما حاول انك اذا بتدخل بياناتك قبل الطبخ تتاكد ان البيانات اللي موجوده ما فتنس بال حقت قبل الطبخ. اذا تحب تحسب بعد الطبخ، تاكد ان البيانات اللي استخدمها حقت بعد الطبخ. نجي للبطاطس الحين، خلينا نبدا نحسب البطاطس بعدين الدجاج. هذا البطاطس علي 215 جرام بطاطس. خلينا فتنس بال نكتب بوتيتو، مكتوب هنا بيكت يعني مطبوخة جاهزة مسلوقة. كم جرام طلع لي؟ 215، يعني 2.5 تضربها في 100 يعطيك 215، يعني هذه البيانات اللي أبغاها. كم طلع لي؟ 46 جرام. نجي للدجاج اللي كثير مننا يعني يلخبط فيه، ناس تقول نحسب قبل وناس تقول نحسب بعد. انا اقول لك ليش ما تفرق قبل ولا بعد، لانك انت بالاخير راح تشوف الكميه اللي حسبتها على الميزان هذه على نهايه اليوم مع الوقت، مع اسبوعين ثلاثه اربعه شهر، اذا شفت جسمك ما تغير تضطر انك تغير العناصر الغذائيه عشان تساعدك في تغيير جسمك. فكذا كذا انت بتقدر تشوف هل جسمك يحتاج بروتين اكثر ولا لا. فسواء حسبت قبل التمرين سواء حسبت قبل الطبخ ولا بعد الطبخ ما راح تفرق، لان مع الوقت اذا شفت جسمك ما استجاب راح تزيدها في كلا الحالتين. فليش توجع راسك؟ خلاص يا اخي اختار قبل بعد. انا شخصيا احسب بعد. اي ابو معاذ عمر دائما يحسب قبل الطبخ، عشان راجع له شوف النتائج ما شاء الله تبارك الله. فانت اللي اختار، لا تقول والله متلخبط ما ادري اسوي هذه، لا سوي اللي تبغاه. مع الوقت بتشوف جسمك وبتقدر تفهم اوكي الحين احتاج اني ازيد. شغلنا الميزان، حطينا الصحن، صفرنا، نجي نحط الدجاج.
طلع عندي 186 او 188 جرام دجاج، 180 جرام دجاج فيها 38 جرام بروتين. حط اوكي، انتهى الموضوع. فدائما حتى لو بتستخدم نوع دجاج استخدم دائما نفس النوع، لا تغير مرة تختار هذه مرة تختار الثاني وكل واحد يكون فيه عناصر مختلفة، لا دائما امش بنوع واحد، لا تحاول انك تغير بينهم عشان تكون عارف الاشياء اللي تدخل جسمك. ما يصير مرة تقول ال 188 جرام دجاج فيها 200 سعرة تقريبا، ومرة تطلع لك 400 سعرة، ومرة 300، لانك كل مرة تختار نوع دجاج ثاني. فدائما خليك تختار نفس الشيء، حتى الرز مهما غيرت نوع الرز كلها متقاربة، دجاج مهما غيرت ايش فرق دجاج الفقيه عن دجاج دو عن دجاج، ترى في الاخير دجاج، يعني عناصر غذائية نفسها. نجي للحين للحم، كثير مننا نبي لحم الغنم شلون ندخله، اللحم المفروم شلون ندخله، هذا شلون نسوي، هذا شلون نسوي. بكل بساطة اقول لك يا حبيبي، لحم غنم طبعا بقول لكم كيف تدخلونه، كثير يسألونني اني اقولكم شلون ندخله. هذه حلقة منزلها من زمان، يمكن صار لها سنة، اوريكم اسمها، شوفوا هايبر بندا همبرجر دجاج، همبرجر لحم، ترى شوف كل شيء بالمقلوب موجود الحلقة، خلاص روح شوفها هناك، كل شيء شرحت كل شيء. عرضت بعض الأسئلة في سناب، قلت اسألوني أي سؤال أنتم تبونه. واحد قال لي يبغى مطعم تشيباتلي في أمريكا ويبغى مطعم إن أن أوت. المطاعم العالمية سواء في السعودية ولا خارج السعودية أغلب البيانات والعناصر الغذائية مسجلة بموقعهم، أو ممكن تلاقيها مسجلة بماي فتنس بال نفسه، يعني هنا في السعودية سبوي مسجل، ماك مسجل، برجر كينج، كودو لا مو مسجل بماي فتنس بال، تدخل موقعهم تطلع بيانات كودو كل شيء مسجل. يعني حاول انك تبذل جهد، لا تقعد تقول والله انا ما لقيت المطعم هذا خلاص باك ماني مسوي دايت، لا يا اخي، من جد وجد ومن زرع حصد، روح اجتهد عشان تشوف النتائج اللي تحبها. خلو تجيني سنابات واجل، خلونا نشيك على اسئله وارجع اكمل. الاكلات الشعبيه، كيف نحسب الاكلات الشعبيه؟ فول، معصوب، شغلاتك، حركاتك، هذه الاشياء اذا انت سويتها ممكن تحسبها، اما اذا تروح مطعم كل مطعم عن مطعم يختلف، يعني شيء مالنا يد في، ما نقدر، يعني شيء انت ما سويته كيف تعرف العناصر، كيف تعرف كم القيمه الغذائيه؟ ما تقدر تعرف. ولكن اذا سويت فول بالبيت، اخذت لك فول مدمس، هذا العلب اللي من البقاله مكتوب عليها العناصر الغذائيه، تقدر تحسبها بسيطه. في سؤال جاني على المشاوي يقول لي كيف احسب المشاوي؟ الشغله الوحيده اللي تقدر تحسبها بالمشاوي اللي هي شيش طاووق. ليش؟ انا عباره عن دجاج عادي، ما في دهون، ما في اي اضافات غير انه ملحه يصدع الراس، هذا الشيء الوحيد السيء فيه، كميه الاملاح اللي يحطونها في البهارات. اما اي شيء ثاني، كباب، كفته، ريش، كل هذه الاشياء مستحيل تحسبها بدقه، عاده بتكون تخمين، ونسبه الدهون فيهم عاليه جدا. فلو بتاكل مشاوي وانت على دايت او بالاحرى ما تبي تخرب، انا اقول لك شيش طاووق. كيف نحسبها؟ في محلات يجيبون لك العمود هذا حق الشاورما اللي يقطع لك، وتلاقي تحت غرقان زيت، طاحت الدجاجه سحبها مع الزيت، حط لك اياها بالساندويتش، 13,000 سعرة في الساندويتش. ليش تروح محلات زي كذا؟ في محلات يسوي لك شاورما على الصاج، صاج تجيب الدجاج مبهر يحطه فوقه يقلبه يحط لك اياه بساندويتش. هذه ممكن، يعني ممكن تخمنها اذا انت تحسب اكلك بالبيت، تقدر تعرف اوه والله هذه كانها حقه الغداء، كانها نص كميه الغداء حقي، بتكون عارف. بس اذا تروح محل هذا اللي يغرف لك من الزيت اللي تحت، اللي كل الزيت اللي في الدجاج نزل تحت حط لك اياه بالساندويتش، تاكل لك ساندويتش واحد سد نفسك اليوم كله، ما عاد لك خلق تاكل. ففي اكلات، يعني ما احنا بعلماء، في اكلات ما نقدر نحسبها، تقدر تخمنها بس ما تقدر تحسبها. فترى حالي حال، انا مجتهد احاول اني اعرف، خليك مجتهد وحاول انك تقدر يعني تطلع اوه هذه كم فيها كم فيها كم فيها. بس في اكلات، يعني واحد يقول لي معصوب، كل مطعم بيسوي معصوب بيكون مختلف عن الثاني. اخر شيء بتكلم عنه في الحلقه، لاحظت الظاهره هذه يعني تصير بالفتره الاخيره بماي فتنس بال، يجيك واحد يدخل بيانات اكل بالجرامات
واذا جاء عدد سعرات يخمن عدد سعرات من عنده. فانت تكتب اسم هذا الشيء اللي هو هذا اكل او دخل بيانات، انت تشوفه ما فتنس بال تدخله، تلاقي مثلا المفروض سعراته تلاقيها 150 ولا 200، الحبيب حاط 500، فانت نهايه اليوم تشوف انك مغطي احتياجك من العناصر الغذائيه بالملي وسعراتك زايده 500. شلون زادت 500؟ مستحيل. اذا قفلت العناصر الغذائيه تقفل السعرات بالملي، تزيد ولا تنقص. ف دائما ركز ما في فتنس بال على العناصر الغذائيه وليس على السعرات. واضح؟ اتمنى انكم استفدتوا في هذه الحلقه. لا باقي شيء، باقي في شخص سالني عن السالمون يقول ما عرفت ادخل البيانات. اجتهد اجتهد يا صاحبي. انا الحين ادخل اكتب سالمون واشوف سالمون. ها اكتب سالمون طلع لي، شوف اللي عليه صح فوق اول واحد، اللي مكتوب عليه سالمون فوق اول واحد محطوط عليه صح، يعني هذا معتمد من ماي فتنس بال. ايش مكتوب؟ المكتوب سيرفينج سايز، يا رب يا رب، سيرفينج سايز 4 أونس. كم يعني 4 أونس؟ افتح جوجل اكتب 4 أونس الى جرام بيطلع لك كم جرام. يعني والله ما يبغى له شيء، تجيني اسئله كثير، الأونس الواحد كم جرام؟ يا اخي جوجل موفر لك اياها. فهذا السالمون تقدر تعتمد هذا لانه معتمد ماي فتنس بال. انتهى الموضوع، اتمنى انكم استفدتوا في هذه الحلقه. اذا عندك برضو سؤال اكتبه في الكومنت تحت، انا مسكه معي اجاوب على العالم كله. فاتمنى انكم استفدتوا بهذه الحلقه، وان شاء الله نشوفكم الحلقه الجايه. في امان الله.